صوت الحرية ينطلق من فلسطين إلى العالم كله. جوال، امتلك حريتك واستقلالك. جوال، الخدمة الرائدة للاتصالات الخلوية GSM في فلسطين من شركة الاتصالات الفلسطينية. من يضمن عدم التنصت على مكالماتك؟ من هو صديقك وقت الضيق؟ من يؤمن لك استخدام هاتفك الخلوي من أي مكان؟ من يوفر لك وضوحا كاملا في الصمت؟ من يبقيك على اتصال دائم أينما كنت؟ جوال هو الحل. الخدمة الرائدة للاتصالات الخلوية GSM في فلسطين من شركة الاتصالات الفلسطينية. تعال عمو، تعال حبيبي. الخدمة الرائدة للاتصالات الخلوية GSM في فلسطين من شركة الاتصالات الفلسطينية. أحلى شي في الدنيا بالنسبة إلي لما أسمع ضحكة ولد من ولادي. عشان هيك كنت حريصة قبل الزواج إني أعمل الفحص أنا وزوجي من مرض التلاسيميا عشان أضمن لأولادي مستقبل صحي وطبيعي. هناك الكثير من الصفات التي تحب أن تورثها لأبنائك، لكن هل المرض إحدى هذه الصفات؟ الثلاسيميا مرض وراثي ينتقل عبر الدم. تجنب رؤية أبنائك يعانون وقم بإجراء فحص الدم قبل الزواج لتتأكد من أنك لن تتسبب في مرض أبنائك. جمعية أصدقاء مرضى الثلاسيميا بدعمكم نستمر. بادروا للتبرع للجمعية. يدا بيد للقضاء على الثلاسيميا. أولوية لا معادل لها، فكانت البداية بكتاب القدس في البال، والحملة هي حملة القدس في البال. القدس في عيني طفل، القدس في عيني شاب، القدس في عيون شعب، القدس في عيون أمة، القدس في العيون. سهل صرف أولاد وبإيديهم في كتاب.
البيوت بنصحاب وصارت البيوت بنصحاب بينن وبين بيوتن غاصل الشوق والنار والايدين السودا عم صرخ بالشوق صوتي ضلك طاير زوبع بهالضماير خبرهن على يغطف برنا زنزانته وحرها يغطف برنا زنزانته وحرها نغرق في دافئات المنى سنرجع مهما يمر الزمان وتنأل المسافات ما بيننا ونغرق في دافئات المنى سنرجع مهما يمر الزمان وتنأل المسافات ما بيننا.